بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف، المحاضرة رقم 5 من كورس الأردوينو، قراءة المدخلات الرقمية أو Reading Digital Inputs. دي الدايرة اللي احنا عايزين ننفذها. أضغط على السويتش، اللمبة تنور، أشيل إيدي، اللمبة تطفي، وهكذا. أول حاجة عايزين نتعرف عليها حاجة اسمها بول أب ريزيستور، أو مقاومة بتسحب لي الجهد ناحية الجهد الموجب. لو ده عندي 5 فولت مصدر جهد، وفي عندي مقاومة، وفيه عندي سويتش، وده الجهد الأرضي أو الزيرو. الجهد الموجب بتوصل بالمقاومة، والمقاومة بتوصل بالمفتاح، بس المفتاح مش متلامس في اوبن سيركت او قطع في الدايره. يعني التيار لما هيجي يعدي من خلال المقاومه هيلاقي الطريق قدامه مش مقفول، فمش هيعدي. يبقى الجهد اللي انا هاخده هنا على النقطه دي اللي على طرف المقاومه الثاني هيساوي كام فولت؟ الجهد ده هو نفسه جهد المصدر اللي هو 5 فولت. فعشان المقاومه دي متوصله بجهد 5 فولت بسميها بول اب. وكأن الدايرة في هذه الحالة اللي قدامي أنا لاغي السويتش مش موجود، فتبقى قدامي فعليا بالشكل ده، عندي 5 فولت على المقاومة ومنها باخد الخارج. طيب لو أنا نقلت السويتش وخليته من open circuit أو غير متلامس لمتلامس، يعني ضغطت على المفتاح أو السويتش، إيه اللي هيحصل؟ هلاقي التيار هيعدي من الخمسة فولت، يمشي لي في المقاومة، ومن المقاومة هيعدي في المفتاح ويوصل إلى الأرض. يبقى أنا كده قفلت الدايرة، كملت الدايرة. طب النقطة دي يبقى جهدها بيساوي كام؟ النقطة دي جهدها هلاقيه متوصل على جهد الأرض اللي هو الزيرو. يبقى في الحالة دي الجهد بتاع النقطة دي خارجه هيساوي 0 فولت، وتبقى الدايرة عندي بالشكل ده، وكأني لغيت الـ5 فولت والمقاومة، وعلى طول باخد الجهد من الزيرو. يبقى البول اب ريزيستور في حالة ان المفتاح بتاعي مش متلامس، يبقى الخارج عندي من النقطة المتوصلة ما بين المقاومة والمفتاح بتساوي 5 فولت. وفي حالة ان المفتاح متلامس، يبقى خارج الجهد عندي ما بين النقطة المتوصلة ما بين المقاومة والمفتاح 0 فولت. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها بول داون ريزيستور، او مقاومة بتسحب لي الجهد ناحية الجهد الاقل. هنا بقى هنبدل وضع المفتاح مع المقاومة، هنخلي المفتاح هو اللي فوق ناحية الجهد الموجب أو الـ5 فولت، والمقاومة هي اللي ناحية الجهد الأرضي أو الـ0 فولت. لو أنا مش ضغط على المفتاح هلاقي إن الجهد عندي الخارج بتاعه من ما بين المقاومة والمفتاح بيساوي 0. ليه؟ هنا الخمسة مش واصلة على الدايرة لأن أنا فتح المفتاح، مفيش طيار هيعدي، بينما المقاومة متوصلة بالجهد الأرضي أو الـ0. في الحالة دي يبقى الجهد بتاع النقطة ديت هو جهد 0، وكأن الدايرة أصبحت بالشكل ده، لغيت المفتاح والـ5 فولت، وعلى طول أخد الجهد من على الأرض. طيب دلوقتي لو أنا قفلت، ضغطت على السويتش وقفلت الطريق ما بين الـ5 فولت والنقطة اللي احنا بناخد عندها الخارج، هلاقي إن الجهد هيساوي كام؟ هيساوي الـ5 فولت، لأن دلوقتي لما وصلت النقطة ديت الـ5 فولت مباشرة عن طريق السويتش، وكأن الدايرة أصبحت قدامي بالشكل ده، لغيت المقاومة والاتصال بالجهد الأرضي، والخارج عندي على طول متصل بجهد الـ5 فولت. المفهوم اللي بعد كده اسمه فترة عدم استقرار المفتاح. نيجي نبص على الرسمة دي كده، ألاقي عندي فيه مقاومة متوصلة على الأرضي، وسويتش متوصل على الـ5 فولت والمقاومة، وأدي عندي الخارج اللي أنا باخده دايما ما بين المقاومة والسويتش. المفروض في حالة عدم الضغط على المفتاح بيبقى الجهد عندي هنا هيساوي كام؟ هيساوي الجهد الأرضي اللي هو 0. يبقى الخارج عندي اهوت، ده كده بيمثل لي محور الزمن اللي هو الخط الافقي دوت، والخط الرأسي دوت بيمثل لي الجهد. ففي حالة عدم الضغط على المفتاح يبقى الجهد اللي هاخده من على المقاومة هو بيمثل لي 0. يبقى طول ما مش دايس على المفتاح الخارج عندي بيساوي 0 فولت. يفترض اول ما اضغط على المفتاح ان الجهد هينتقل من 0 الى 5، لاني هوصل النقطة دي بالـ5 فولت. يبقى في الحالة ديت الجهد ينتقل من 0 فولت الى 5 فولت. لكن في الواقع ده ما بيحصلش. ليه؟
بيقول لي المفتاح اللي بستخدمه ده مفتاح ميكانيكي، اول ما بضغط عليه ما بقاش في تلامس مباشر سريع لحظة، لا في لا زمن، بياخد وقت بالملي سكند، بيطلع لفوق اول ما بضغط عليه يصل للخمسة فولت، وبعد كده ينزل لتحت على الزيرو ويطلع تاني، وهكذا الى ان يحدث استقرار. الفترة دي بسميها فترة عدم استقرار المفتاح، مبقدرش احدد بقى ساعتها هل المفتاح في الفترة دي اون ولا اوف، فانا بستنى الفترة دي عبال ما تعدي وابدأ احكم على حالة المفتاح. يبقى قبل ما اضغط على المفتاح بيبقى في الوضع اللي هو 0 فولت، ده حسب الرسمة اللي قدامي دي. بعد ما اضغط عليه وتنتهي فترة عدم الاستقرار يبقى في حالة 5 فولت. يبقى انا لما اجي اصمم دايرة بستخدم فيها بول اب ريزيستور او بول داون ريزيستور، لازم اراعي في تصميمي وفي كتابتي لكود البرنامج المنطقة دي. المنطقة دي ما ينفعش اتخذ فيها قرار اثناء تنفيذ البرنامج، بل يجب ان انتظر لغاية ما تنتهي. في عدة طرق ممكن استخدمها للتخلص من فترة عدم استقرار المفتاح بحيث انها ما تأثرش عليا في تنفيذ البرنامج. اول طريقة او من ضمن الطرق ان انا بحط مكثف قيمته حوالي 100 نانو فراد على المقاومة، بوصلها بالنقطة الاولانية من المقاومة والطرف الثاني على الارض اللي هي برضو بتمثل النقطة الثانية من المقاومة، بحيث المكثف ده بتخلص لي من النويز او الشوشرة اللي بتحصل لي نتيجة عدم استقرار المفتاح. الطريقة الثانية ان انا بستخدم داخل الكود عملية تعليق لتنفيذ البرنامج، او بستنى فترة زمنية بمجرد مضغط اول مضغط على المفتاح استنى فترة زمنية بعمل فيها تعليق لتنفيذ البرنامج، الفترة الزمنية دي بيتم فيها التخلص من عدم استقرار المفتاح. بعد ما الفترة الزمنية تعدي بيكون المفتاح استقر وبدأ اتخذ قرار في كيفية سير اوامر البرنامج. اول امر هناخده هو جملة اف، تستخدم جملة اف دي لتنفيذ مجموعة من الاوامر في عند تحقق شرط معين. دي شكل طريقة كتابتها، بقول له اف وافتح قوس واكتب الشرط، الشرط لا لو اتنفذ حقق لي مجموعة الاوامر اللي عندي داخل البلوك. البلوك ده اللي بيبدأ من اول القوس المجعد وبينتهي بنهاء بقوس المجعد المغلق. طيب نشوف مثال، بيقول لي اف الشرط عنده اكس اكبر من 120، اكس ده متغير، اي شرط بحطه. واحنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت العلامات الخاصة بالمقارنة، قول له اكس اكبر من 120 نفذ لي اللي جوه البلوك. بقول له ديجيتال رايت اكتب لي على البن رقم 5 هاي، او خرج لي عليه كود 5 فولت. يبقى الكتابة دي او الامر ده مش هيتنفذ الا في حالة ان الاكس تكون اكبر من 120. طب لو الاكس مش اكبر من 120، لو كانت اقل من 120 او بيساوي 120 يبقى الامر مش هيتنفذ وكأنه مش موجود. يبقى يجي البرنامج يشوف اف اكس اكبر من 120 نفذ الامر وخلص ويطلع من الاف. طيب لو جاي بص لقى الاكس مش اكبر من 120، اقل من 120، مش هينفذ حاجة وينزل على السطر اللي بعد جملة الاف. الشكل الثاني لجملة اف باسمها اسمه اف إلس، بقول له اف لو الشرط اتحقق نفذ لي مجموعة الاوامر هنا. طيب لو ما تحققش اللي هو إلس نفذ لي مجموعة الاوامر دي. يعني انا عندي هنا بلوكين، مجموعة اوامر في بلوك الاولاني اللي بيبدأ من فتحة القوس المجعد الاولاني وبينتهي بقوس مقفول مجعد، ده البلوك الاولاني. البلوك التاني يبدأ فين؟ من بعد جملة إلس، ببدأ بقوس مجعد افتحه واحط فيه مجموعة اوامر البلوك التاني واقفله تاني بقوس مجعد، يبقى ده البلوك الاولاني. لو الشرط ده اتحقق يتم تنفيذه، طب لو ما تحققش يتم تنفيذ البلوك التاني. يعني البلوكين مش هيتنفذوا في نفس الوقت، الشرط الاولاني يتحقق ينفذ البلوك الاولاني ويطلع خالص بره جملة اف، ما تنفذش الكونديشن الاولاني او الشرط الاولاني، يسيب مجموعة الاوامر دي ينزل على مجموعة الاوامر التانية ينفذها ويطلع خالص بره. هنشوف مثال، بقول له اف اكس اكبر من 120 اكتب لي على
البن رقم 5 هاي. طيب لو الاكس كانت فعلا اكبر من 120 هينفذ الامر ويطلع خالص بره وينزل تحت جملة اف. طيب لو الاكس مش اكبر من 120، كانت اقل من ال 120 او بتساوي ال 120، يبقى مش هينفذ السطر ده وينزل ينفذ لي السطر اللي بعد جملة else. حط لي على البن رقم 5 لو. الشكل الاخير من جملة اف هو اف else if else، وده بقدر استخدمه في اكتر من شرط. بقول له اف لو الشرط اتحقق نفذ لي مجموعة الاوامر الاولانية. طب لو الشرط ده متحققش هقول له else if اف تانية، واختبر شرط تاني واقول له لو الشرط ده اتحقق نفذ لي مجموعة الاوامر التانية اللي في البلوك التاني. طب لو الشرط الاولاني متحققش والشرط التاني متحققش بقول له في الاخر else اعمل لي مجموعة الاوامر اللي في البلوك التالت. مثال اف اكس اكبر من ال 120 نفذ لي الديجيتال رايت 5 هاي. طيب إلس اف اكس اكبر من ال 50 نفذ لي مجموعه الاوامر دي اللي هو ديجيتال رايت 5 بيساوي لو. طيب هو لو جه شاف ان تلاقي الاكس اكبر من 120 هيروح منفذ لي السطر الاولاني ويطلع خالص بره الاف ويكمل بعد كده تنفيذ البرنامج. طب ما تلاقاش الاكس اكبر من 120 وتلاقاها اقل من ال 120 ينزل على السطر الثاني. بقول له ايه بقى؟ اف لو الاكس اكبر من 50، طب هي كانت فعلا الاكس اكبر من ال 50، هيروح كاتب لي على البن رقم 5 لو ويطلع بره الاف خالص. طب لو جه هنا اتلاقى الاكس اقل من ال 120 ونزل على الشرط الثاني تلاقى الاكس مش اكبر من 50، ده اقل من ال 50، هيروح نازل اخيرا على جمله او امر else ويكتب لي ديجيتال رايت 4 لو ويطلع بره جمله اف خالص. الامر الاخير اسمه ديجيتال ريد، وده بستخدمه عشان اقدر اقرا الجهد المسلط على بن من الاطراف الرقميه الموجوده على بوردة اردوينو اونو. لو انا جيت على بن او طرف من الاطراف الرقميه وحطيت عليه جهد 0 او جهد 5 فولت، عاوز البرنامج يقرا لي الجهد ده، هيقراه باستخدام الجمله دي ديجيتال ريد. بقول له ديجيتال ريد واكتب هنا رقم البن او الطرف اللي انا عاوز البرنامج يقراه. مثال بستخدمها ازاي بقى؟ بكتب متغير، دي احد الطرق ان اكتب اسم متغير، اقول له مثلا val بيساوي اي اسم ديجيتال ريد ورقم البن. ايه اللي هيحصل؟ لو البن رقم 5 ده عليه 5 فولت يبقى القيمة اللي هتخزن عندي في المتغير val هتساوي هاي، ولو البن رقم 5 عليه 0 فولت يبقى القيمة اللي هتتقرا باستخدام ديجيتال ريد وتتخزن عندي في المتغير val هتساوي لو. معنى كده ان ديجيتال ريد بترجع لي بقيمتين، يا هاي في حالة ال 5 فولت يا لو في حالة ال 0 فولت. او ممكن استخدمها بطريقة تانية كشرط في جملة اف، بقول له اف ديجيتال ريد 5 اللي هو البن رقم 5 بيساوي يساوي لو، واحنا قلنا قبل كده انا بحب اكتب يساوي في علامات المقارنة بستخدم اتنين يساوي جنب بعض. بقول له في حالة ان الديجيتال ريد او الجهد اللي على البن رقم 5 جهد منخفض 0 بيساوي لو، نفذ لي الامر ده. بقول له ديجيتال رايت اكتب لي على البن رقم 8 هاي، يعني حط لي 5 فولت على البن رقم 8. دي مكونات الدائره اللي احنا شفناها في اول ما شغلنا الفيديو. هيبقى بورده اردوينو اونو، كابل يو اس بي، لوحه التجارب او البريد بورد، مقاومه 220 اوم، مقاومه 10 كيلو، مكثف 100 نانو فراد، والمفتاح اللي هو بوش باتون او بريس باتون، ليد 5 مللي واسلاك. دلوقتي هنتكلم عن طريقة توصيل الدايرة. هاجي من جهد البن المكتوب عليه جهد 5 فولت على بوردة الأردوينو أونو، وآخد منه سلك وأوصله بالفرع اللي بيستخدمه في جهد موجب لتغذية البريد بورد اللي هو الفرع الأولاني اللي جنبيه الخط الأحمر. يبقى أنا كده دخلت عندي للبريد بورد 5 فولت. طيب هاجي من أي بن على الأردوينو أونو مكتوب عليها جي إن دي أو الجراوند أو الزيرو، ووصله بالفرع اللي بيستخدمه كزيرو على البريد بورد اللي هو الخط الابيض. بعد كده هاجي على البن رقم 8
اخد منها سلك ادخله على المقاومة 220، وال220 اوم دول هوصلهم بالطرف الموجب للليد، بعد كده الطرف السالب للليد هاخده على الطرف السالب اللي انا عامله في البريد بورد. يبقى انا كده وصلت الجزء اللي هيشغل لي الليد، دايرة تشغيل الليد. نيجي بقى لدايرة تشغيل المفتاح او السويتش. السويتش عندي هنا هيبقى بول داون ريزيستور، يبقى انا عايز جهد سالب هوصله بالمقاومة اللي هي 10 كيلو، يبقى انا هستخدم المقاومة 10 كيلو في عمل بول داون ريزيستور. طرف متوصل بالجهد السالب والطرف التاني هيخش عندي على البن رقم 2. البن رقم 2 ديت اللي هاخد عندها الجهد. الجهد ده هيتراوح يا اما ما بين الزيرو يا اما ما بين الخمسة فولت، ده بالنسبة للبول داون ريزيستور زي ما شرحنا في السلايدز اللي فاتت. هاجي هاخد ما بين المقاومة اللي هي 10 كيلو، هحط المكثف عندي 100 نانو فراد، طرف على اول المقاومة والطرف التاني بيتوصل على نهاية المقاومة. وهاجي هاخد من الطرف الاولاني بتاع المقاومة هوصله على المفتاح البوش بطن او البريس بطن، والطرف التاني للمفتاح هيكون واصل عندي على الخمسة فولت. في حالة عدم الضغط على المفتاح يبقى انا عندي النقطة دي المتوصلة على البن رقم 2 اخد جهدها منين؟ من المقاومة المتوصلة بالسالب، لان كده المفتاح كأنه مش موجود لان مش ضاغط عليه. اول ما اضغط على المفتاح يبقى انا وصلت النقطة دهيت اللي هي متوصلة بالمقاومة متوصلة بالبن رقم 2 بجهد الخمسة فولت. يبقى انا اول ما اضغط على المفتاح رقم 2 بيوصل له 5 فولت، اشيل ايدي من على المفتاح يبقى البن رقم 2 واصل له 0 فولت. ده شكل الدايرة الحقيقية على البريد بورد. نفس التوصيل اللي احنا شرحناه هنا على الرسمة موجود فعلا على البريد بورد، ممكن حضرتك تبص عليه وتشوف متوصل بالظبط ازاي. ده السكتش بتاع الدايرة. اول سطر عندي بقول له كونست بايت ليد بن رقم 8، بقول له الطرف رقم 8 اللي هاخد منه الاشارة اللي هتشغل لي الليد هو بسميه الليد بن. بعد كده بقول له كونست بايت بطن بن بيساوي 2، ده رقم الطرف اللي موجود على بوردة الاردوينو اونو اللي هاخد منها اللي هقرا عليه الاشارة اللي جاية لي من السويتش. احنا قلنا اللي عندي اخد انا خارج السويتش مدخله على البن رقم 2، فالخارج ده المتصل بالبن رقم 2 هيكون عليه احدى جهدين، يا اما 0 فولت في حالة عدم الضغط على السويتش، او 5 فولت في حالة الضغط على السويتش. بعد كده بخش جوه دالة السيت اب وبحدد البن مود الخاص بكل بن عندي انا شغال عليه، سواء كان 8 او 2. بقول الليد بن ده انا عاوز اطلع عليه 5 فولت او 0 فولت، يبقى المود بتاعه هيبقى اوتبوت. نيجي على البطن بن، انا عايز اقرا من عليه الجهد، يبقى في الحاله دي انا هاخد منه جهد يخش عندي على البرنامج، يبقى بخلي المود بتاعه انبوت. بعد كده بنزل على الداله بتاعت اللوب اللي هتنفذ لي البرنامج، وجوه جملة اف بقول له اف ديجيتال ريد بطن بن، بقول له لو قرايه البن المتصل بالسويتش بتساوي هاي، واحنا قلنا عشان نكتب تساوي في معاملات المقارنة في المحاضرة اللي فاتت، تساوي بكتب 2 يساوي جنب بعض. يعني في حالة لقيت الجهد اللي على البن رقم 2 اللي هو متوصل بالبطن هاي يعني 5 فولت، يبقى في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي انا ضاغط على السويتش. طيب بقول له اعمل لي ديلي 25 ملي سكند، ده احنا قلنا ان احنا ممكن نتغلب على فترة عدم استقرار المفتاح اللي انا بعمل فترة تأخير، فهنعمل فترة تأخير حوالي 25 ملي سكند لغاية ما المفتاح يستقر. بعد كده بقول له ديجيتال رايت اكتب لي على البن اللي هيشغل لي الليد هاي،
خرج لي عليه 5 فولت، فالليد ينور، يبقى في حالة الضغط على البن رقم 2 اللي متوصل بالسويتش، خلي لي الليد هاي ينور. ده لما يجي يقرأ ويلاقي ان البطن بن بيساوي هاي. طب لو ما كانش بيساوي هاي، بيساوي لو، بقول له استناني ديلي 25، يعني استنى او علق تنفيذ البرنامج لمدة 25 ملي سكند. ليه؟ لان ممكن اكون كنت ضاغط على السويتش وكان هاي، وبعد كده شلت ايدي، فلما بشيل ايدي المفروض الايه الجهد اللي اتقرا لي زيرو، فالمفتاح المفروض ينتقل بقى من ان كنت ضاغط عليه لحالة عدم الضغط، برضو بيبقى فيه فترة عدم استقرار، فبعمل 25 مللي سكند. ده طبعا احنا كمان حاطين مكثف عشان يتلاشى الفترة دي، فاحنا عاملين حاجتين، يعني عاملين الجزء الهاردوير وعاملين الجزء السوفتوير. طيب بقول له بقى لو ما كانش الديجيتال ريد بطن بين بيساوي هاي، يعني كان بيساوي لو، يعني ما كنتش ضغط على المفتاح، خرج لي على ولو ديجيتال رايت، يعني اكتب لي على الليد بين الطرف اللي اللي هيطلع لي جهد على دايرة الليد لو زيرو، يعني اطفي لي الليد. شكرا جزيلا.